السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الحصه. في هذا الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 7. دونك في هذا ليكزيرسيس هذا parmi les énoncés suivants quels sont ceux qui traduisent que f est une fonction constante sur r. سؤالنا قال لك من بين هاد لي زينونسي هادو هادو سماهم لي زينونسي صراحه هما سون دي بروبوزيسيون. الوغ هاد لي بروبوزيسيون هادو قال لك شنو هي لا بروبوزيسيون لي كتخدوي او لا شنو هما لي بروبوزيسيون شنو هما العبارات هاد العبارات اللي كيدلوا على ان اف هي فونكسيون كونستانت. هي فونكسيون كونستانت يعني اف هي واحد لا فونكسيون واحد الداله اللي هي ثابته فونكسيون كونستانت. شنو معنى بعدا معنى ديال فونكسيون كونستانت هي ان ديماج اي عدد كتساوي واحد العدد ثابت. مثلا ديك العدد هو واحد او لا جوج او ثلاثة. مثلا اف ديال 3 غتكون تساوي واحد، اف ديال 4 غتكون تساوي واحد، اف ديال جذر جوج غتكون تساوي واحد. اي عدد في ار كان كسوا اكس ابارتمون ا ار اف دو اكس كيما خديتي اكس ار اف دو اكس غتكون كتساوي عدد واحد واحد كونستانت. هذه هي فونكسيون كونستانت واحد او لا جوج او لا خمسة او لا ستة انسي دو سويت. دونك حنا غادي نحاولوا نقراو هاد لي بروبوزيسيون هادو اللي عندنا هنا وغادي نشوفوا شكون هما لي بروبوزيسيون لي كيدلو على اف اي اون فونكسيون كونستانت. نبداو بلا بروميير بروبوزيسيون. لا بروميير بروبوزيسيون قال لك هنا كيما خديتي كيل كو سوا اي سابارتمون ا ار الى اكس واحد سي ابارتمون ا ار كو اف دو سي ايكال اف دو اكس بارون ايكال سي. يعني كيما خديتي اكس ار غادي تلقى واحد العدد سي في ار بحيث اف دو اكس هو سي. هذه صراحة توجور فغي هذه هي لا ديفينيسيون دي فونكسيون دي فونكسيون كونستانت دي فونكسيون اون جينيرال. هذا هو اصلا التعريف ديال الدالة. اي عدد اكس عنده واحد ليماج هي السي. دونك كيما خديتي اكس غادي تلقى واحد السي اللي هي ليماج وهاد لينيسيتي اللي اكزيست اون سول سي كو اف اكس ايكال سي. الوغ هادي ما عندها حتى علاقة بفونكسيون كونستانت. كيل كو سوا اكس ابارتمون ا ار اي اكزيست سي تيل كو اف دو اكس ايكال سي. حيت نحاولو نفهمو هادي كيما خديتي اكس غادي تلقى واحد السي بوغ تو اكس كاين واحد السي بطبيعة الحال. ممكن مثلا الا خديتي اكس هو مثلا خديتي اكس هو واحد غتلقى السي هي جوج. الا خديتي اكس هو مثلا جذر جوج تقدر تلقى السي هي خمسة. دونك لاحظ بوغ تو اكس اون تخوف واحد لو سي بوغ تو اكس كاين واحد لو سي ولكن هنا خصنا العكس خصنا واحد لو سي صالح من كاع لي زيكس. دونك هادي فونكسيون كونستانت يعني كاين واحد السي اللي كتساوي اف ديال اكس كيلكونك. Et la deuxième, donc la première là, la deuxième proposition, il existe au moins un C, qui n'a pas le C appartenant à R, tel que quel que soit X appartenant à R, f de X égale C. Finalement, la proposition est de la fonction constante. Il y a C, tel que qui m'a dit X, f de X, il m'a dit C. Il y a un C, il m'a dit C, il m'a dit C, il m'a dit C. ثلاثة ولا جذر جوج ولا أربعة ولا خمسة. تلك كيما خديتي إكس غتكون دائما إف دو إكس هي السي. كيما خديتي هذا العدد إكس ليماج ديالو غتكون هي السي وبالتالي غتكون فونكسيون كونستانت حيت كل كاع الأعداد ليماج ديالهم هي ديك السي الأولى اللي عندنا وبالتالي هذه تكون كونستانت. إذا غنقلو الجواب الصحيح هو الثاني. وهنا ما قالكش قالك كي سون تي سون سو كي تخادويز كو إف إي فونكسيون كونستانت يعني ربما يكونوا شي وحدين آخرين. حتى هاد البروبوسيون ثلاثة نحاول نفهموها كيما خديتي إكس أبارتونون أ أر كيل كو سوا إكس أبارتونون أ أر إف دو إكس كتساوي إف دو زيرو. فعلا إلا كانت في فونكسيون كونستانت كاع لي إف دو إكس غادي يكون كيساوي إف دو زيرو ولا غادي يكون باغ إكزومبل كيساوي إف ديال أن ولا إف ديال دو. هنا لو دومين راه هو أر إين فونكسيون كونستانت سيغ أر ماشي كيل كو سوا إكس أبارتونون أ أر. ألوغ كيل كو سوا إكس أبارتونون أ أر إف دو إكس إيكال إف دو زيرو أو لا إف دو واحد يعني هادي هي كونستانت سي هي هي. كيما خديتي إكس غتكون كتساوي هي اف دو زيرو او لا اف دو واحد. دونك هادي او لا اف دو دو ولا اف دو راسين دو. دونك هادي ايضا كتعني اف كونستانت كاع لي زيماج كيساوي هو ليماج ديال زيرو كيل كو سوا اكس ابارتونون ا اف اف دو اكس ايكال اف دو زيرو. دونك حتى هادي دونك هادو بجوج صحاح جوج تلاتة صحاح كيدلو لنا على فونكسيون كونستانت. بالنسبة للكاتخيام بروبوزيسيون كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار اكزيست ابارتونون ا اف كو اف دو اكس ايكال اف دو ان. هادي نورمالمون تقريبا تشبه الاولى ولكن هذه فورس دونك تشبه تقريبا الاولى. كيما خديتي اكس ابارتونون ا ار غادي تلقى واحد ا ابارتونون ا ار في كاين ديس ايغال اف دو ا. مثلا كيما خديتي اكس خد اكس مثلا هي واحد غادي تلقى واحد ا ممكن يكون هو واحد نفسه هاد ا ابارتونون ا ار ممكن يكون هو اكس اصلا وبالتالي هذا ما كيعنيش الا كان اف دو ان تساوي دو الا كان اف دو دو تساوي اف دو دو
elle est constante. F de 3 elle est toujours vraie. Il y a une contradiction. Donc, elle a une F constante. Donc, la proposition est liée, elle est F constante. Qui m'a dit x appartenant à 1, elle a dit a appartenant à 1, parce que f de x égale f de a. Et une fonction qui est vérifiée, elle est f qui me droite. Alors, on a l'air d'exemple. Normalement, il n'a rien justifié, ou alors, on a l'air d'un contre-exemple. Mais c'est même pas dit, elle est fausse. Qui est la fonction non constante qui vérifie elle. ماشي فونكسيون ماشي بالضروره اف كونستانت هو قال لي اللي كتعني ان اف كونستانت هذه ما كتعنيش بان اف كونستانت كاينه مثلا اللي اف دو اكس هي اف دو اكس ديالنا خطو هي اكس او كاري هذه ماشي كونستانت هذه اف دو اكس فاريابل كتغير الوغ هاد لا فونكسيون هادي كتحقق هاد لا بروبوزيسيون علاش كيما خديتي اكس ابارتمون ا ار il existe un on prend a on prend a هو x اصلا on a كما خديتي x appartenant à R خد A هو x on a f de x غتكون تساوي f de A حيت أصلا A هو x دونك هادي أي فونكسيون كتفيريفي هادي ماشي غير x أو كاري كاع لي فونكسيون توت لي فونكسيون إل فيريفي هاد لا بروبوزيسيون ألوغ هادي مكاينش بأن f كونستونت با فورسيمون f كونستونت لا ديغنييغ بروبوزيسيون لا ديغنييغ بروبوزيسيون قالت كيل كو سوا x appartenant à R كيل كو سوا A appartenant à R fx إيكال f de A هادي حتى هي غادي تكون صحيحة علاش كما خليتي واحد جوج اعداد لي زيماج ديالهم متساويين كما كانوا ديك الاعداد وبالتالي فعلا غادي تكون كونستانت هادي هي هذيك فونكسيون كونستانت فونكسيون كونستانت هما كاع لي زيماج متساويين يعني كيل كو سوا واحد دو زيليمون اكس و ا اف دو اكس ايكال اف دو ا دونك هادي غادي تكون كونستانت كاع لي زيماج متساويين الوغ شنو غادي نجاوب هنا الجواب ديالنا شنو غادي يكون لي بروبوزيسيون les propositions qui traduisent que f est une fonction constante sont au moins deux 3 et 5. Les trois énoncés 2 et 3 et 5 traduisent que f est une fonction constante. À part ça, f est une fonction constante. Merci de votre attention. T'as envie de jouer, Inch'Allah, je vous propose d'autres exercices.